ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا، يواجه الاتحاد سبهان الإيراني على أمل الوصول لدوري 16. يدخل الاتحاد المواجهة وهو في المركز الثالث برصيد 6 نقاط من انتصار وثلاث تعادلات وهزيمة واحدة، وفرصة الاتحاد في التأهل صعبة حيث أنه بحاجة للفوز ولا سواه، منتظرا خسارة لوكوموتيف أو النصر الإماراتي لخطف إحدى بطاقتي التأهل. الاتحاد يمر في حالة من انعدام الوزن محليا بعد خروجه خالي الوفاض من البطولات الثلاث. من ناحيته يدخل سبهان اللقاء بعد فقدانه فرصة التأهل، فهو سوف يلعب المواجهة للتاريخ فقط. الفريقان سبق وأن التقيا في الجولة الماضية في لقاء كان للاتحاد الكلمة الأعلى بعد فوزه بأربعة أهداف دون مقابل. العميد تعرض لصدمات عدة أفقدته قوته وألسته أنه أحد أهم أركان الكرة السعودية. عشاقه يأملون العودة، فهل تكون عودتهم عبر البطولة المفضلة لديهم؟